أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. لأهمية الموضوع سوف نتجاوز كثير من المقدمات والحشو في الكلام، ونحن ننبه ونذكر أننا لازلنا نتحدث بصدد تلك المؤامرة الكبيرة الموجهة في هذه الظروف على شعبنا وعلى مجتمعنا العراقي. المؤامرة كما تقدم الحديث عنها هو قضية وخطورة تفشي الشذوذ الجنسي تحت ذريعة المساواة التي أطلقتها الحركات النسوية الغربية. وأذكر أيضا أننا تحدثنا في الأسابيع الماضية عن شيء من تلك الحركات النسوية الليبرالية، الحركات النسوية الراديكالية، الحركات النسوية السوداء، ما تسمى بالسوداء، وهكذا أخواني عناوين كثيرة. قد المتابع يستغرب يعني لما يسمع هذه الأمور التي كان منشأها ليس في هذه الأيام وليس في هذه السنوات، بل منذ الأربعينات، والأمم المتحدة تؤسس لهذا المعنى. اليوم حديثنا عن اتفاقية سيداو، حتى تقفون على مقدار الخطورة. وكذلك أذكر نفسي وأذكر أخوتي من النخب والمثقفين وخطباء المنبر الأعزاء أن يولوا اهتمام كبير لهذه المواضيع في هذه الأيام. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، الموضوع خطير جدا مما يسترعي الانتباه. يعني أنا ما جاي حتى أعكر الجو عليكم، لكن هذا واقع، وهذا بحسب اعتقادي هو واجب المنبر أولا وبالذات. فباختصار شديد أسأل أسئلة وأجيب عليها حتى لا يصير شرود في ذهن الأخوة والأخوات. ما هي أو ماذا نعني باتفاقية سيداو؟ ومتى عقدت هذه الاتفاقية؟ ومع من؟ مع من؟ لما نقول عندنا اتفاق، أنا أتفق معك، فإذا أكو طرفان، الطرف الأول هو أنا والطرف الثاني هو أنت. هذه الاتفاقية مع من عقدت؟ سنة 1979 في كوبنهاغن في الدنمارك. أعيدها أخواني أعزائي، حتى العنوان الأخوة المعنيين إذا ينزلوا على اليوتيوب خلي يكون عنوان المحاضرة هو أهمية أو خطورة اتفاقية سيداو على الفرد والمجتمع. إذن اتفاقية سيداو حضرها 64 عضو أو دولة، عضو يمثل تلك الدول، في كوبنهاغن بالدنمارك سنة 1979. صادق على هذه الاتفاقية التي سوف أبين مضمونها بخمسة دقائق مو أكثر. لو خمسة دقائق وأنزل أنا أقول الحمد لله أديت رسالة. أخواني أعزائي أخواتي الفاضلات،
صادق على هذه بالعالم 120 دولة، 120 دولة. لا تتفاجأ إذا تسمع من جملة 120 دولة مو أقل من 20 دولة عربية. العراق ليس منها والحمد لله. هيا سنة 79، يعني ما أدش أقول، خاف أحكي الحكاية وأتهم. على كل حال عوفت، العراق ليس منها. التفتوا أيها المسؤولون، البرلمان التفتوا إلى خطورة الموضوع. مضمون الاتفاقية طبعا ها مع من؟ الدول الغربية ما اتفقوا ويانا، بالعكس اجوا يطرحون علينا الفكرة تعالوا وقعوا. على أي شيء نوقع؟ نوقع على القضاء على كافة أشكال، كافة، حط خط جوه كلمة كافة، القضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل. يعني شلون؟ عندهم ثلاث محاور، هاي المحاور من هنا تنشأ الخطورة. وللأمانة العلمية عند متابعتي لهذه المواضيع وجدت بعض الكتاب من الرجال والنساء عندهم إنصاف، عندهم إنصاف مع ما هم عليه من الثقافة، وبعضهم عند درجة الأستاذية في بعض الجامعات في العالم، لكن مغرر به، هو منصف يتحدث حديث جيد بصالح المرأة، يتفق مع الرؤية الإسلامية، رؤية الشريعة. نعم احنا نريد عدالة، نريد انه اكو فوارق كما قدمت في بعض المحاضرات، اكو خلي نسميه اليوم بعبارة لطيفة يسموه الجنس البيولوجي، يعني اكو ذكر اكو انثى لكن اكو فوارق بيولوجية، هذه إلها استحقاقات وفق هذه الفوارق، عليها واجبات ولها حقوق. الإسلام هم يقول هالشكل، هو هم يتحدث بهذه اللغة، بس مر علي الفكرة من حيث لا يشعر. لاحظ مثلا إخواني أعزائي، تحت مسمى الحرية الجنسية، يعني شنو الحرية الجنسية؟ يعني إشاعة الجنس، يعني المأذونية بإشاعة الفاحشة والزنا، حرية. هاي الحرية؟ هاي مو حرية، هذا قتل للمرأة، هذا قتل للأسرة، لأنه مهما تكالبت الدنيا على المجتمعات وأفرض هذا المجتمع أو ذاك راح ينتهي تقريبا، لكن الأسرة تبقى، هاي النواة الحية النابضة بالأخلاق والقيم والمبادئ، لأن أكو أب أكو أم. هؤلاء هم يستطيعون أن ينقذوا الأجيال مما هم فيه، فخططوا للقضية، قالوا راح نقتل الأسرة بما هي أسرة، نقتل الأسرة. ماكو أبوة، يسمون النظام الأبوي، الأسرة يعني لها أب، ماكو أب، آباء أكو من حقها تطلع كما سيأتي، أكو آباء، أكو مضيعة للجنس كما جاي تتابعون في بعض المقاطع، أنه قلت أنا حذرت قبل، مو هسه، قبل سنة، المتابع الدقيق يلاحظ، قبل سنة حذرت من هذه المواضيع. واليوم نجد على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع لبعض الدول وهي تعتقل بعض الأطفال وتأخذهم، لأن آباءهم وأمهاتهم يمتنعون أو يمنعون أبناءهم من أن يتعلموا الدروس الخاصة بالحرية الجنسية في تلك الدول. هذا
تريد من دول عربية مسلمة توقع على هذه الفوضى، هاي فوضوية. فتحت هذا المسمى واحد الحرية الجنسية. المحور الثاني أو الغطاء الثاني تمكين المرأة، يعني طبعا راح أبين لك بعض الأمثلة التي سوف بالشواهد كيف تصطدم فقرات هذه بعض، لأنه ما أقدر ألم بكل الموضوع. فقرات هذه الاتفاقية مع الشريعة المقدسة، مع القرآن، مع السنة، هو هذا اللي أريد أن أكد عليه اليوم. فتمكين المرأة شنو؟ يعني لا ولاية، يعني ماكو الرجال قوامون على النساء. هسه هي طبعا المرأة تقول شنو دعوة يعني، وليش الرجل قوام؟ فأنا أصير قوام، خلص القوام بإيدي. هو مو كيفنا، مو كيفنا. أكو أحكام توقيفية، أكو يعني أحكام شرعية إجتنا هكذا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أنا ما أقدر أحرف بالأحكام وبالمزاجات، ولذا تجد القرآن سيال في كل مكان وزمان، أنت ما تقدر تجي تغير، لأن اليوم قد يكون هذا الحكم ما يتناسب مع الجو اللي أنت تعيشه، أنت تشوفه ما يتناسب، مو القرآن، مو السنة. واضح لو لا؟ فمعناه ماكو ولاية، الزوج على الزوجة ما عنده ولاية، الرجال قوامون على النساء، بل لا ولاية للأب على ابنته. طب ثلاثة بالليل تجي وجه الصبح، تلتقي بصديق، جيب الصديق للبيت، تروحي تنام ويا الصديق، انت ما من حقك تحكي، اكو قانون يحميها، اتفاقية اسمها سيداو بال79 اقرت، والدولة موقعت. اي دولة؟ احنا ما موقعين الحمد لله، اشكركم، لحد الان ما موقعين، نعم الله عليكم، بس هاي ناقصة بعد، روحوا وقعوا خلصونا. اتيه العالم يعني. واذا يحكي الاب شيلوا يذبوا بالسجن. وقلت قبل محاضرتين او ثلاثة، انت اللي قاعد مثلا المغترب في هذه الدولة او تلك، انت اليوم عندك ذرية، عندك اولاد بنات، وهؤلاء مجنسين، جنسوا بجنسية ذاك البلد، يعجبك يعجبك، ما يعجبك تفضل اطلع. واولادي، اولادك مو الك، اولادك اولادنا، سمعون لولا. على كل اخواني، تحت غطاء المساواة، هاي كلمة المساواة احنا ما نؤمن بها على اطلاقها، احنا نقول بالمساواة نعم، بس مو على اطلاقها. قلت انا يعني ما اقدر اجي اساوي بين الرجل والمرأة في مورد ما، والقرآن يريد من عندي شيء. انت اذا عندك اعتراض اعترض على الشريعة وروح صير ملحد، اما انت مسلم خلص بعد، أنت ملزم بقوانين وضوابط وأحكام شرعية، ما من حقك تتجاوز هذه القوانين كما سيأتي. مثلا يعني شنو المساواة؟ يعني مثلا المرأة كالرجل، لا، القرآن عندي أنا يقول وليس الذكر كالأنثى، هذا بأبسط أبسط يعني قضية نتحدث بها، يعني أبسط مثال نقدر نقوله يعني بالبساطة اللي إحنا نعنيها، مو بساطة العمق والمعنى اللي يشير إلى القرآن، بس أقول بالبساطة اللي أقدر أوصل بها المعلومة. مثلا هذه الاتفاقية أيضا تمنع التعددية، التعدد بالأزواج، ماكو أزواج، هاي طبعا راح يكيفا عليها النسوان. شلون؟ اتفاقية السيداو تمنع من التعدد، يعني ما من حقك تاخذ اثنين. القرآن يقول وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، قضية بعد، وإن خفتم ألا تعدلوا، هذا به حديث عند العلماء عند المفسرين، لكن بالنتيجة كمبدأ هو أكو جواز. هسه شلون وليش هذا بعد؟ أنا ما أجي هسه أريد أتعرض لشرح مثلا آية بهذا المعنى، لكن بالنتيجة كمبدأ قرآني، تقول لك ماكو مبدأ قرآني، مو أنا مسلم،
مو كيفك مسلم، مو كيفك. هاي قضية مو كيفك مسلم، شيخنا جاي تطرح قضية خطرة. اي نعم نعم خطرة. تدري ليش؟ لأنها كلمة مو كيفك هاي إلها ارتباطات، إلها إشارة قد تكون خفايا سياسية. اليوم العالم الغربي يتحكم بالدولار، ايش مدري انما باكر يفرضون عليك قضيه ويجوعوك حتى توقع على هاي، ايش مدري. التفتوا اخواني يا اعزائي، لاحظ مثلا ذكرت انا انه القران يعطي ولايه وبتفصيل، طبعا عند الفقهاء تفصيل ممل اصلا، ولايه الرجل على المراه وولاية الأب على ابنته، ويمتى هاي الولاية تصير وش وقت، يعني شنو مساحتها سعة وضيقا، هذا يتحدثون به الفقهاء. لكن كمبدأ قرآني وحكم كشريعة مقدسة لا يختلف عليها اثنان، لا يختلف عليها اثنان، لا سنة ولا شيعة. اكو ولايه تفصيل، اكو نعم، اتفاقيه تقول ما اكو ولايه، لا ولايه. زين، طبعا هي من المضحكات المبكيات واقعا. قد تقولون شيخنا توان منين تجيب لنا هاي، هذا موجود اخواني يا اعزائي، لكن اثير الان قبل نجي نتحدث عن صله الارحام، عن حقوق الجوار، عن فد قضية مثلا سياسية قد نشير لها، عن بيان معين صادر عن المرجعية العليا نجي نتحدث به. بس هاي الفترة فترة يعني هي فرضت نفسها علينا هاي المواضيع، جاي ثقفولها وبشدة، وإحنا ما ينبغي أن نكون نيام وهذه الأمور يعني الماء يسري من تحت أقدامنا ونحن لا نشعر، مو صحيح. كذلك إخواني إذا تتذكرون بالمحاضرة الماضية أعتقد أشرت إلى المشروع اللي أسست له سيمون دي بوفوار، هذه هي هلكت هم من يعني من فضل الله تعالى، هي هذه ماتت ويقال أنها انتحرت، شاذة جنسيا هي أصلا هذه، تلاحظون. هاي أسست إلى أن المرأة حرة مطلقا والزواج يعتبر سجن للمرأة لا بد أن تتخلص منه، ولها الحق في أن تملك جسدها، لا الزوج ولا الأب ولا أي واحد بالدنيا يمنعها من أن تستخدم جسدها كيف، ومنه من حقها أن تجهض، حامل هي زوجها موجود تروح تجهض توقع على الحمل. القرآن يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نفس محترمة هذه، لكنه هم يجون يفرضوها كمادة، فرضوها مو علينا، على بعض الدول المغفلة اللي راح توقعت. لك هو أصلا مبدئيته شنو، شنو هو بالنسبة إلى شنو يعني التزامه حتى يروح يوقع على مثل هكذا اتفاقيات. أصعب أصعب مجتمع، أصعب مجتمع يعني عقبة بوجه هذه الاتفاقيات، هاي اسمعوها من عندي وهذا رأيي الخاص، المجتمع العراقي. لماذا؟ في محاضرات ومحاضرات قلت هذا المجتمع أكو تقريبا ثلاث دعامات يعتمد عليها هي مصدر القوة. أولا العشائر، قيم وأخلاق ومبادئ وشجاعة وسخاء، ما عندي علاقة أنا بالسلوكيات الشاذة والأعراف الفاسدة، أنا أحكي عن الأصل. ما يقدرون، عندنا أعراف، شنو امرأة تروح تجهض بكيفها، أكو حكي عندنا يمشي،
والدعامة الثانية الشعائر الحسينية، يجمعون أموال الدنيا من أجل حرب وتمرير قضية على بعض الشعوب، لكن إذا أجوا هنا يم الحسين يوقفون ما يقدرون. وبعد دعامة مهمة جدا جدا مهمة ولعلها رقم واحد، المرجعية الدينية. المرجعية الدينية حتى غيرنا بدأ يأسس إلى مرجعية دينية، بس مو مثل مرجعيتي أنا، عمرها أكثر من 1000 سنة. الحنكة والحكمة والتثبت والعلم والفقاهة هذا كله منين مستمد؟ من الإمام المعصوم. ولذا تجد الخطوات ثابتة جدا. نعم قد البعض ما يعجبه، قصر نظر، قصر نظر لا أقل ولا أكثر. مو أجي أقول لك ما عاجبك لأن كذا، لا لا، إحنا مو قاعد نشتم، إحنا نقول قصر نظر، لأن أنت ما أيها اللي أنت تعترض، أنت ما فاهم شنو معنى مرجعية دينية، روح افهمها وبعدين اعترض على المرجع اللي إحنا نعتقد بأنه نائب الإمام. خلاص بعد. فهذه عقبات أمام تنفيذ هذه المشاريع، إحنا ما نقبل، أبدا ما نقبل. بعد من فقرات هذه الاتفاقية قلت حق الإجهاض و يعني مثلا إحنا عندنا القرآن بالنسبة إلى نسبة الأولاد، نسبتهم إلى آبائهم، ادعوهم لآبائهم، أيضا من حقها هاي المادة أن تنسب الأولاد لها وليس للرجل، طبعا ينسب لها إذا يحط حبلها على غاربها وتفتر ما ندري وين تروح وين تجي، طبعا هذا الولد مو للأب، واضح له لا. هذه يعني أهم القضايا التي تركز عليها هذه الاتفاقية. هذه وغيرها أخواني ومواضيع كثيرة ابتدأناها بعنوان هم أطلقوا عليه الجندر، وقلنا أن الجندر هي شنو الجندر؟ ليش واحد يتكلم بالجندر؟ جندر ليش؟ أقول الجنس، صح لو لا؟ أقول الجنس، هو كلمة تفسيرها الجنس، يعني ذكر أنثى. كان ليش سموا جندر؟ مها هم شو يقولون؟ هي هاي اللعينة شو تقول؟ تقول أنه رفعت شعار، اليوم أعيده، الرجل لا يولد رجلا والمرأة لا تولد امرأة. شنو شلون تصير امرأة؟ تقول البيئة والتنشئة هي اللي تسويها امرأة وهي اللي تسويها رجل. يعني شنو التنشئة؟ شنو البيئة؟ يعني ميولات هذا الصبي، ميولاته شنو؟ أعتقد بالستينات فد واحد بريطاني يمكن انولدوا عنده أولاد 2. هاي شوية ما دام عندي مجال هالعشر دقائق خلي أطلع بعد من الموضوع، أنا خلصت من الموضوع. انولدوا عنده أولاد 2، فواحد صارت عنده مشكلة بالعضو التناسلي الذكري، يعني أثناء ما يريد يتبول ما يقدر يتبول، فودوا وين؟ إلى طبيب. طبيب يفترض أنه إحنا شنو نقول؟ ختان، عندنا ختان نسميه الختان. الطبيب المفروض يقوم بختانه، لكن يظهر هاي المحمات كانت كلش حارة، ف يعني ولا الضرر لهذا الطفل بعد ما صير له شارة، فأخذوه إلى طبيب آخر. طبيب اقترح على الأب أن هذا نزيل العضو التناسلي مالته، هو هذا منشئ، هي منشئ القصة هنا.
يابا شلون تشيل العضو؟ قال إيه نقدر نستبدله بعضو أنثوي. شلون تستبدله؟ سوي عملية جراحية وما يصير. قال له ما لك علاقة، ما يصير ما لك علاقة، أنا أتعهد. واستمرت القضية، سوى له عملية جراحية وصار تحويل بالجنس من ذكر إلى أنثى. قال مو هذا ولد، قال إحنا راح ندخله تنشئة، دوره شلون يمشي، شلون يحكي، شلون يلبس، شياكل، وهكذا ندخل دورة مستمرة إلى أن يقتنع بأنه أنثى. ذكر بالأصل ذكر، قال لا هاي التنشئة تسوي أنثى. زين مين يتبول؟ سوي له من تحت الصرة فتحة للبول ويبقى هو يمارس حياته ونزرع له رحم ويصير أنثى. صير علميا يصير. فهذه من جملة الأمور التي نشأ عنها قضية هذه الجندر اللي مدوخ العالم اليوم. هذا يرفع وذاك يكبس وهذا ما أدري شنو. على كل أخواني أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، ونسأله تعالى أن ننتصر على كل هذه المؤامرات ببركة أئمتنا صلوات الله عليهم، لا سيما الإمام زين العابدين، ونحن صلوات الله عليه ونحن على أعتاب ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه. أعزتي، عندنا مدرسة عميقة من حيث المعنى، مدرسة مفعمة بالقيم والمبادئ، لا تفرطوا فيها، احضروا المجالس، تلك المجالس أحبها أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. لا تنطون مجال بأقلامكم بمشاركاتكم مما ينشر أو مما يروج له بالمقاطع الفيديوية مما يصب في هتك الشعائر والتقليل من قيمتها، تروح أنت همينا على أساس الانفعالات أو على أساس الهوى والميول، أنا أحب هذا أضوج من هذا، كون أجي دفعة همينا أعلق وأنشر وكذا. اثبتوا وخلي يصير عندنا التفات وانتباه للمؤامرة الكبيرة الأخرى اللي اليوم نشوفها ضد الشعائر الحسينية، تسقيط وهتك لحرمة الكثير ممن يتعلق بالمنبر الحسيني. بعد لا أريد أحكي ولا أريد أسمي ولا أريد حتى باكر أتهم يقال أن هذا يدعو إلى فلان ويدافع عن فلان، لا بشكل عام أكو مؤامرة على المنبر، ديروا بالكم، احذروا، لا تسرعون أبدا، لا تسرعون، انتبه حتى وإن كانت هناك أخطاء احنا نقدر نعالجها، اكو طرق معينة لعلاجها. نقطة اثنين، اذا نحن مقبلون على مناسبة كبيرة ايضا، تعالوا نستثمر هذه الحشود المليونية ببركة سيد الشهداء ونوصل هذه المعلومات الى ابنائنا والى بناتنا. نقطة ثلاثة، لا نغفل عن المبادرة التي قامت بها العتبة الحسينية المباركة المقدسة وبشخص متوليها الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الله يحفظه إن شاء الله ويأيد كل أخوته العاملين معه من أبسط عامل أقل عامل إلى أعلى درجة إدارية، مو تملق، لكن يعني هذا من باب العرفان، لازم ما حد يحكي. اليوم العتبة تفتح كل منشآتها الصحية مستشفياتها أمام جميع المرضى وبمختلف الأمراض ولمدة 45 يوم مجانا. هذا يحتاج لواحد يوقف ياخذ تحية، ليش لا؟ ليش ما نشجع يعني؟ ليش نغمض ننظر بعين واحدة؟
إذا لقينا خطأ هنا أو هناك قامت الدنيا ولم تقعد. لكن مبادرة كهذه لو موجودة عند فلان وفلان لكان شفتوا الشرقية وغير الشرقية كيف تتحدث عن مثل هذه المبادرات الإنسانية، وهذه مليارات بالمناسبة. فينبغي أنه هذا أيضا يشار له، ونرجع نكرر شكرنا وتقديرنا لجميع العاملين من المتولي الشرعي إلى الأمين العام إلى الإدارات إلى الموظفين إلى هذا الأخ عامل الخدمات، كلهم نوجه لهم الشكر والعرفان وندعو لهم بالتوفيق وللمزيد. وهذا لا يعني أن باقي العتبات ما موجودة، أكو مبادرات لكن الإعلام قاصر إلى الآن مع تقديري وتقديسي للأخوة يعني عن تغطية مثل هكذا مبادرات. أسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.